سلطة خضار بالسماق. المكونات: طماطم شاري، بصل، جزر مبشور، شبت، كمون، ليمون، سماق وخيار. المفروض ان الدريسنج كله يبقى سماق. احط معلقة سماق كبيرة، وهحط معلقتين ليمون، ومعاهم معلقة صغيرة كمون، ثلاث معالق زيت زيتون، معلقة صغيرة من الملح، وتقريبا معلقتين كبار خل. كده الدريسنج جاهز. هقطع البصل حلقات، هشوف احتمال اخد بصلة واحدة بس مش اتنين. والبصل مع السماق بيبقى خطير، يعني يبقى طعمه حلو قوي، بالذات كمان لو اتحط عليه شوية خل وتساب شوية تلاقوا البصل ممكن يبقى مخلل بسرعة جدا، وشوية سكر يبقى لذيذ قوي. هاخد الخيار برضو حلقات، هاخد بقى طبق كبير، فرط البصل كويس، خيار كله بقى على طول مع بعضه ويتقلب. طماطم شاري متقطعة انصاص، يعني نقول ربع كوباية من الشبت، والجزر المبشور، نقلبهم مع بعض كويس. البصل اللي تحت ده نطلعه لفوق كده عشان يبقى كله موجود في الايه، في الطبق. وبعدين اقلب الدريسنج لحد لما الخل والزيت يمسكوا مع بعض كده، يبقى ايه سمكه اتقل شويه.